مساء الخير. دي أول حلقة لي في برنامج على مسؤوليتي. نتمنى أن نوفق في أن نقول شيئا مفيدا ومفهوما في هذه اللحظة العصيبة المتشنجة في مسيرة مصر بعد أكثر من عامين من ثورة 25 يناير. في حقيقة الأمر أنه لما نيجي نبص على المدى البعيد أو القريب أيضا، سنجد أن مصر تعيش في حالة استقطاب حاد تكاد تلتهم كل الثوابت وكل منظومة القيم المجتمعية المحترمة التي التف حولها المصريون، وأفضت في نهاية المطاف إلى المشهد الرائع الذي يتغنى به الجميع حتى الآن في أيام ما بعد 25 يناير، 18 يوم الخالدة كما يسميها كل من شارك وكل من شاهد وكل من راقب هذه الأيام العظيمة في تاريخ مصر. في اللحظة دي اللي الجميع فيها مشتبكون، متناحرون، منقسمون، حتى تخيلنا أن خطرا داهما يتهدد ليس فقط مسيرة الثورة المصرية ولكن يتهدد مصر، يعني في حوار المولوتوف، والمولوتوف بالمعنى المباشر والمولوتوف الإعلامي، وهذا القصف العنيف والتراشق الموجود عبر صفحات الجرائد وعلى الفضائيات. من المهم أن نتذكر كيانا يمثل المجتمع المدني المصري في سنوات ما قبل الثورة ربما يمنحنا مساحة من الأمل ومن الثقة ومن التفاؤل بالغد. هنسترجع مع بعض قصة لجنة الدفاع عن سجناء الرأي، تلك اللجنة التي تشكلت في سنوات البطش والتعذيب في عصر حسني مبارك. هذه اللجنة كانت أشبه بميدان تحرير مصغر بالمعنى المجرد لميدان التحرير، ضمت تحت سقفها اليسار أقصى اليسار، اليمين أقصى اليمين، ضمت الإسلامي مع الشيوعي مع الليبرالي مع السلفي مع الوفدي مع الناصري مع القوم العربي، وانصهر كل هؤلاء في سبيكة واحدة، تصدت إلى على قدر ما تستطيع إلى بطش السلطة في ذلك الوقت، ووفرت الحماية القانونية والمجتمعية والأخلاقية لكل مضطهد سياسيا ولكل معذب بسبب رأيه وبسبب قناعاته وبسبب معارضاته لنظام حسني مبارك. منذ يومين حضرت إطلاق مجلة تعبر عن هذه اللجنة في ثوبها الجديد. هذه اللجنة بعد ثورة 25 يناير رأى القائمون عليها، ومنهم الزميل الفاضل الأستاذ محمد عبد القدوس، الأستاذ عبد الغفار شكر، الأستاذ محمود حامد من حزب التجمع، أنه يتحول نشاطها من الدفاع عن سجناء الرأي إلى لتصبح اللجنة القومية للدفاع عن المظلومين في مصر، لتشمل تبني قضايا كل الفئات المظلومة والمهمشة في المجتمع المصري من الفلاحين والعمال والصيادين والباعة الجائلين والطلبة يعني كل أطياف المجتمع المصري. وكما كانت تصدر هذه اللجنة مجلة أو جريدة تابلويد قبل الثورة كان اسمها حرية، كانت بتتجاور فيها كل الرؤى والأفكار والأقلام، قررت في تشكيلها الجديد كلجنة للدفاع عن المظلومين أن تصدر جريدة اسمها مظلوم. ستجد فيها أقلام لكتاب من اليسار، حزب التجمع والحزب الشيوعي المصري والحزب الحرية والعدالة والسلفيين والإخوان المسلمين وقوى مستقلة. في حقيقة الأمر نحن أحوج ما نكون في هذه اللحظة إلى نماذج من هذا النوع.
أن نعود مرة أخرى لنجلس ونجتمع ونتحاور ونتناقش ونختلف ونتصارع تحت سقف إنساني دون أن يستبد بنا الغضب والشطط والتعصب في الرأي والتعصب الحزبي، لكي نتصارع بالأيدي ولكي نقذف بكرات اللهب على بعضنا البعض، وفي نهاية الأمر لا فائزة ولا خاسرة ولا مهزوم، بل بالعكس سيكون المظلوم والخاسر الأول والوحيد في هذه المعركة العبثية هو مصر كلها، هو المواطن المصري المطحون الذي صدق بشعارات هذه الثورة وآمن بها ونزل ليشارك نخبته وطليعته من الشباب في إنجاح هذه الثورة، وجلس ينتظر الحصاد، ينتظر تحسنا ما، تغيرا في حياته، تغيرا في أدوات الممارسة الديمقراطية والمجتمعية في هذا المجتمع، فلم يحصد للأسف الشديد سوى فراغا أمنيا وانهيارا اقتصاديا وانهيارا أخلاقيا. كل ذلك يأتي من أنه هذه الروح التي تجلت على ميادين التحرير في مصر في 25 يناير تكاد تزهق الآن، ووصل بنا الصراع وإدارة هذا الصراع إلى حدود تتجاوز بمراحل ما هو متعارف عليه إنسانيا وحضاريا. وبالتالي عندما يجتمع وجوه من هؤلاء الذين جسدوا لنا هذه الصورة الرائعة للجنة الدفاع عن سجناء الرأي قبل الثورة، عندما يعودون للاجتماع مرة أخرى ولو لم يكن حتى بنفس الحجم وبنفس الزخم الذي كان موجودا، فهذا يعطي بادرة أمل ويجعلنا نتفائل بأنه بالإمكان أن نمارس ونعيش قيم العيش الواحد بين المصريين، وإلا سنهلك جميعا، وإلا فالفناء هو مصير هذه الثورة وهذا الوطن الذي يحترق يوميا بأيدي أبنائه. في هذا الوضع المعقد والمرتبك والمشتبك إلى حد الأسف، نحن أمام سلطة لم تقدم حتى هذه اللحظة على مجموعة من الإجراءات والخطوات التي تقنع قوى الثورة وبخاصة الشباب بأنه هناك أملا في أن تعرف أهداف ومبادئ هذه الثورة طريقها إلى التحقق. وفي نفس الوقت هناك معارضة اشتطت واستبدت وبلغ بها الغضب أن اختلطت بمكونات للأسف الشديد ضد هذه الثورة، وسمحت بعلاقات جوار وتجاور مع عناصر تنتمي قلبا وقالبا إلى ما هو عكس قيم ثورة 25 يناير. ورأينا يعني لن أبالغ إذا قلت أن هناك فيروسات تسللت إلى هذا الجسد الثوري النبيل الطاهر انعكس على حركة الشارع في مصر الآن. انظر يمينك وانظر يسارك، ستجد حريقا هنا وحريقا هناك، ستجد دما هنا ودما هناك، والجميع يمضي وكأن مصر قررت أن تشرب كلها من نهر الجنون كما هو في الأسطورة الصينية القديمة. في هذه اللحظة لابد أن يستدعي الوطن عقلاءه وأبناءه ومحبيه والذين ضربوا أروع الأمثلة قبل هذه الثورة على أنه بالإمكان أن نتوحد وأن نصطف وأن نمارس خلافا حضاريا وأن نتصارع سياسيا. كل المطلوب الآن من النخب المصرية باختلافها أن تتصارع وتختلف
بالعقل وبالفكر بالآليات الديمقراطية المتعارف عليها في كل دول العالم. في هذه اللحظة نحن لدينا مجموعة من الإشكاليات نشتبك حولها دائما ونعيد الاشتباك، يعني نحن نكرر كل مظاهر الاشتباك والخلاف والصراع حول مجموعة من العناوين الثابتة التي لا تتغير، وبالتالي نستطيع أن نقول بكثير من التفاؤل أننا ملمون أو ألممنا بأبعاد هذه المشكلة ونجحنا في التشخيص. يبقى فقط أن نخلص النيات في أننا راغبون حقا في حقن الدماء وفي إعفاء هذا الوطن من حرائق جديدة ومن دماء جديدة نازفة. من هذه القضايا التي نشتبك عليها موضوع الدستور الذي تم إقراره بعد الاستفتاء عليه وبدء العمل به الآن. هناك تعهد والتزام من رئيس الجمهورية بأنه إذا توافقت جميع الأطراف في مصر على التوصل إلى مجموعة من التعديلات اللازمة للدستور الجديد فمن الممكن أن توقع جميع الأطراف على وثيقة ملزمة بحيث أنه يأخذ مجراه في التعديلات في مجلس الشعب القادم. البعض يتخوف أو لديه هاجس بأنه طالما الدستور أقر فلن يكون بالإمكان تعديله بعد هذه المرحلة، وهذا يعني فهم قديم جدا لفكرة الوثائق الدستورية في تاريخ الشعوب. يعني الدستور الآن في لغة هذا العصر صار وثيقة حية قابلة للتطوير وللتعديل. أضرب المثل مثلا بإندونيسيا بعد الثورة، وبالمناسبة ثورة إندونيسيا تتشابه كثيرا مع ثورة مصر من حيث الحكم الواحد الدكتاتوري المستبد حتى عدد سنوات الاستبداد، ولكن الإندونيسيون عدلوا دستورهم وطوروا دستورهم على 4 مراحل خلال 4 سنوات. إذا نستطيع فعلا إذا تخلى كل طرف، وهنا أحمل المسؤولية الأكبر لتيار الأكثرية أو الأغلبية، تحلى كل طرف بروح العيش الواحد والحفاظ على ما تبقى من قيم تحفظ بقاء هذا الوطن وتحفظ بقاء هذا الشعب، وتخلينا جميعا عن فكرة الانفراد والاستحواذ وفكرة الإزاحة والإطاحة والإسقاط وكل هذه المفردات بغير وسائل ديمقراطية وبآليات ديمقراطية، نستطيع أن ننجز توافقا حقيقيا في الفترة القادمة. أكرر أن الخاسر في كل ذلك هو الثورة المصرية، وفي محطات عديدة جدا كلما اشتد الخلاف وحمي وطيس المعركة بين شركاء الثورة الذين صاروا الآن فرقاء، الأخوة الأعداء للأسف الشديد، يعني أن أستخدم هذا المصطلح، كلما استبد بهم الخلاف تطل برأسها قوى الثورة المضادة وتتحدث بثقة عمياء تصل إلى درجة البجاحة أحيانا في أنها المعبر عن أحلام الشعب المصري وأنها قادرة على قيادة الشعب المصري. التوحد والاصطفاف المصري في 25 يناير كان على قاعدة واضحة لا لبس فيها، كان الخلاف والعداء للديكتاتورية والبطش والاستبداد والمهانة الإنسانية وطلبا للحريات وللكرامة الإنسانية وإسقاطا لمشاريع توريث ومشاريع حزب واحد وما إلى ذلك. وبالتالي تتأسس حركة الثورة المصرية وتدور عجلتها حول هذه القيم، ودون ذلك أو انحرافا عن ذلك لا نستطيع أن نتحدث بثقة عن أننا في ثورة أو في موجة ثورية جديدة. ينقلني ذلك إلى حوار مثلا نشر للمرشح الخاسر في رئاسة الجمهورية والذي قرر أن يخرج من مصر فرارا بعد ساعات من إعلان اسم رئيس الجمهورية الجديد.
في حوار له في جريدة الأنباء الكويتية منذ يومين، يعني تقرأ العجب العجاب، يعني هو يتناقض تماما مع ذاته بين في بداية الحوار وفي مؤخرة الحوار. يقول هذا الرجل ويكرر دائما، وهذا الشيء يعني يدعو للعجب والدهشة، أنه على تواصل وتنسيق مستمر مع رموز الغضب في الشارع المصري الآن، وسمى قيادات بأسمائها، ورغم ذلك لم نسمع أن أحدا من هؤلاء خرج ليسكته أو ليقول له أن للثورة طريقا يختلف بالضرورة ويتناقض مع طريقك، لكنه يتحدث باعتباره شريكا في هذا الحراك الموجود في الشارع المصري الآن، ولا يجد من يلقمه حجرا. يقول الرجل أنه الإخوان أو النظام الحالي حريصون على عدم وجوده في مصر، لأن إدراكا منهم بروحه المقاتلة وقوته في الشارع. ثم في الحوار ذاته يتحدث عن أنه يفضل البقاء في الخارج ولا يريد العودة حتى لا يسلم رقبته لهم. المعلوم والمدرك بالحواس الخمس والثابت يقينا لدى كل المصريين أن هذا الرجل تسلل فجرا في جنح الظلام مصطحبا حقائبه وأسرته فارا إلى دولة عربية شقيقة، إذن لم يخرج مطرودا من مصر ولم يطلب منه أن يغادر مصر، ورغم ذلك يتحدث بيقين شديد عن أن النظام الحالي خائف من عودته إلى مصر، رغم أن الرجل مطلوب أمام القضاء المصري وهناك طلب مصري للإنتربول لتسليمه وإعادته لمحاكمته. ما يهمني هنا أن نفس اللدد في العداء لقيم هذه الثورة ينضح من كلمات الرجل. هو مثلا يتحدث عن أحد شباب الثورة المرموقين يتهم بالفساد وأن جهات تحرضه وتدعمه. بودي أن أسأل هذا الشاب، يعني ما هو شعورك وأنت تمارس غضبك وثورتك في الميادين وتلمح على بعد خطوات منك من يرفع شعارات وصور هذا الرجل؟ يعني هل هذه هي الثورة الحقيقية كما يعني خبرناها وعلمناها في أيام يناير؟ في حقيقة الأمر هناك أسباب عديدة تدعو للغضب الآن، ولكن أكرر مرة أخرى ينبغي أن نحمي هذا الغضب من أي ملوثات، من أي فيروسات ربما لو دخلته لن تبقي ولا تظهر على هذه الثورة ولا على قيمها وعلى مبادئها. والخاسر كما قلت عندما يشتبك أطراف الثورة الذين تشاركوا جميعا والذين اختلطت دمائهم في أرض على أرض ميادين مصر في تلك الأيام العظيمة، المستفيد الأول والوحيد هو قوى الثورة المضادة التي تعلن بوضوح وأعلنتها مبكرا للغاية أن ما يجري بدءا منذ أحداث الاتحادية هو ثورة جديدة على الثورة، يعني ثورة ضد ثورة 25 يناير. فبالله كيف يكون هذا امتدادا لثورة 25 يناير؟ أعود وأستلهم فكرة لجنة الدفاع عن سجناء الرأي التي تحولت إلى لجنة الدفاع عن المظلومين، وأقول أن هذه الإشارات تمنحنا أملا، وربما يعني تحمل الساعات القليلة القادمة في أوج هذا الاحتشاد ليوم جمعة آخر بشعارات وعناوين مختلفة، إنه يعني كما علمت أن اجتماعا سيعقد غدا في مبادرة أخرى سيجتمع فيها رئيس حزب الحرية والعدالة مع رؤساء أحزاب جبهة الإنقاذ
بمبادرة من حزب النور حسب المعلومات المؤكدة حتى هذه اللحظة، ونتمنى أن تكلل هذه المبادرة بالنجاح. سيجلس الدكتور سعد الكتاتني مع الدكتور محمد البرادعي مع الأستاذ حمدين صباحي مع السيد عمرو موسى مع السيد جلال المرة أمين عام حزب النور للتباحث والنقاش والتفاوض، حتى يعني لا غضاضة في أن نسمي ذلك تفاوض، بشأن سيناريوهات المستقبل، بشأن كل الملفات مفتوحة ومطروحة للنقاش، سواء الحكومة القادمة، سواء تعديلات الخاصة بقانون الانتخابات، سواء تعديلات الدستور المطلوبة. المهم أن تكتب حواراتنا بالحبر وليس بالدم، المهم أن نتحدث بالألسنة وليس بالعبوات المولوتوف وليس بالقنابل الحارقة، أن تتراجع وتتوارى لغة الهروات ولغة العصي ولغة الجنازير، ونعود لحوار وصراع. يعني لا أحد يستطيع أن ينفي فكرة الصراع من حياة الشعوب، يعني الحياة سلسلة من الصراع بين مجموعات من البشر، صراع أفكار، صراع رؤى، صراع إرادات، وفي نهاية المطاف من يحتكم الجميع إلى دستور وإلى شعب هو المفروض يعني المعني بكل هذه الجهود وبكل هذه المبادرات وبكل هذه التضحيات، حتى يقرر ما يريد. أما أن نظل في هذه الدائرة الجهنمية من الصراع والحرق والقتل وهذه المشتمة المنصوبة في الصحف والفضائيات ووسائل مواقع التواصل الاجتماعي، للأسف الشديد كل ذلك يؤدي إلى تآكل المنظومة الأخلاقية والثوابت المؤسسة لحياة مصرية محترمة تنبني على مفاهيم عيش واحد ومصير واحد. للأسف الشديد في ظل هذا التآكل الأخلاقي تدفع الثمن قضايا كنا نظنها من مقدساتنا من ثوابتنا، القضية الفلان يعني ديست بالأقدام في هذا الصراع المجنون، تحولت حماس أحمد ياسين، حماس المقاومة الفلسطينية الباسلة التي خاضت نيابة عنا جميعا حروبا ضد عربات العدو الصهيوني، تحولت إلى العدو، وصارت إسرائيل هي الجار. لم يعد أحد يتحدث يعني عن هذا الصلف الصهيوني والعربدة الصهيونية. أخشى أنه الثورة المصرية وقيم الثورة المصرية نفسها تداس بالأقدام في ظل هذا الصراع المجنون والحرب المجنونة. للأسف الشديد هي حرب على لا شيء، لأنه من المثير للأسى أن في ظل هذه المعدلات من معدلات صعود مؤشر الاحتقان والاستقطاب والعنف وإراقة الدماء وهذه الهمجية في إدارة الخلاف، في حقيقة الأمر لن يكون هناك ثمرة ترضي أحدا أو تشبع جوع أحد، سواء لسلطة أو لمعارضة أو لمشاركة في حكم. أنهي بأننا ينبغي أن نتشبث ونتمسك بما يضيء وبما يصلح للبناء وبما يصلح لغرس ثمار تستحقها أجيال حالية وأجيال قادمة، تستحقها أرواح شهداء أزهقت ثمنا لهذه الحرية التي للأسف الشديد حتى هذه اللحظة لم نثبت جدارتنا بأننا قادرون على ممارستها على الوجه الصحيح، الوجه الذي يبني، الوجه الذي يجمع ويوفق ولا يهدم ولا يحرق ولا يبدد وطنا. أتمنى أن أكون وفقت في ما أريد أن أقوله، وإلى لقاء في حلقة قادمة إن شاء الله، وتصبحون على وطن أهدأ وأكثر تحضرا وأكثر استقرارا.